أعزائي المشاهدين، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من حلقات المجلة السعودية، ونبدأ بسم الله. الرب يأمر باهتساس كل فكر شرير. متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض اللي أنت داخل إليها لتمتلكها، وطرد شعوبا كثيرة من أمامك، الحثيين والجرشانيين والأموريين والكنعانيين والفريزيين والحزيين واليبوسيين، سبع شعوب. تثنية 7:1. أول مرة تسمع هذه الآيات تقول بنفسك معقول؟ معقول إله المحبة يسوع المسيح يقول مثل هذا الكلام؟ طيب وين أحبوا عدائكم؟ باركوا لعينيكم. إيش سوت هذه الشعوب علشان تستحق كل هذا العقاب؟ ليش ربنا يستخدم شعبه في عقابهم بدل ما يعاقبهم نفسه؟ أسئلة كثير تنطرح، مش كده؟ طيب نبدأ نجاوب آخر سؤال. لما أنت بنفسك تشيل الشر يصير صعب عليك ترجع له. معنى آخر أنك أنت حتقدر الشيء اللي تسويه بنفسك بدل ما يجيك شيء جاهز، مش كده؟ بالنسبة لي الشيء اللي أسويه بيدي أحبه وأقدره أكثر من الشيء اللي أشتريه جاهز. أذكر مرة اشتريت من عند مجدف للإلكترونيات اللي بشارع خالد بن الوليد بجدة، راديو مفكك عشان أركبه بالبيت قطعة، وكان 68 ريال هذيك الأيام. أبويا قال لي ليش تشتري وانت تقدر تشتري راديو جاهز مركب ب10 ريال من عند المسجد يوم الجمعة من البسطات؟ بس اللي ركبته بنفسي له طعم مختلف، كنت احب هذا الراديو لانه صنع يدي، انا ركبته قطعة وعارف. من جهة تانية هذه الشعوب كانت تمارس رجاسات، كانوا يقتلون عيالهم وبناتهم للصنم امولك بالنار اللي قابلها اليوم اللي يدفع أولاده للجهاد، وكانوا شعوب تزني يقابلها اليوم سبي وجهاد النكاح وزواج القاصرات وشذوذ الجنسي بالحيوانات، وهذا اللي تسويه مين؟ داعش وجبهة النصر وغيره، سحر وعبادة أوثان إلى آخره، كلها شرور. بمعنى آخر هذه الشعوب تمثل جبهة النصر والقاعدة وغيرها. اليوم والرب الإله هو لم يتغير يأمرنا باجتساس هذه الشعوب السبعة التي تمثل الخطايا السبعة، وهذه المنظمات تمثلها هذه الأيام اللي هي مثل القاعدة وداعش وجبهة النصرة وإخوان وجيش الإسلام ولواء التوحيد والوهابية، وهذه السبع منظمات كما ذكر الكتاب وهي مصدر كل شر. مع التركيز على أن الرب يسوع يحب البشر لكنه يريدك أن تقتلع هذه الأفكار من رأسك وحياتك عشان تعيش صح حسب فكر الرب، أشجعك أنك تشارك هذا المقطع بعد ما شفته ولقيته ملفت للنظر. هذا علشان يطلع عليه أهلك وأصحابك ويعرفون هذه المعرفة مثلك، ويقدروا يشيلوا كل هذه الأفكار الشريرة من حياتهم واللي تمثلها هذه المنظمات، وتكون انت سبب بركة لحياتهم. وباركناكم من بيت الرب، بركة المسيح معكم، آمين.
حبيبي لي إلهي ما له مثيل أنا لحبيبي وحبيبي لي مرضى غير غادي أنا لحبيبي وحبيبي إلهي ما له مثيل أنا عبد الله يسوع للحياة يسوع للحياة يسوع للحياة والحق والسبيل والحق والحق والسبيل
يا رب يا رب يا رب يا رب. شوف شوف يا رب يطيح واخذه، 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 يا رب يطيح ولا يجي شيء واخذه. ابي اللي فوق اللي فوق اللي فوق. يا رب يطيح يا رب يطيح يا رب يطيح واخذه، يا رب يطيح واخذه. طح علي طح علي، فديتك فديتك. أعزائي المشاهدين، اليوم حنتكلم عن مشكلة موجودة عندنا، مشكلة الحسد. خلينا نبدأ من آية من كورنثوس الأولى 13:4. الآية تقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. للأسف ظاهرة الحسد هي الظاهرة خبيثة ومنتشرة بيناتنا في السعودية، وبهذا البرنامج وبالنيابة عن الشعب السعودي أبغى أكشف للرب خطايانا ونعترف بها علشان يغفر لنا ويطهرنا من كل إثم. فأنا جاي وأبغى أحط هذه المشكلة، مشكلة الحسد، قدام عرش النعمة وربنا يحلها. طيب كيف نبغى نحمي نفسنا من الحسد؟ هل الكلمات اللي تقولها أو صورة أو آيات أو أحاديث تقدر تحميك؟ طبعا لا. أذكر مرة أخويا جاب سيارة شفر من أمريكا، واحد من زملائه حسدوا عليها فقرأ المعوذات علشان تحميه، لكن للأسف دون جدوى صار حادث وراحت السيارة. لكن نشكر الرب يسوع لأنه حافظ على أخويا وعطاه حكمة أنه يسوي تأمين على السيارة قبل الحادث. طب إيش هو الحل؟ خلينا نقرأ هذه الآية من الكتاب المقدس: ولا يطعنوا في أحد ويكونوا غير مخاصمين حلماء، مظهرين كل وداعة لجميع الناس، لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء، غير طائعين، ضالين، مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، عائشين في الخبث والحسد، ممقوتين، مبغضين بعضنا بعض. ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، لا بعمل في بر عملناها نحن بل من مقتضى رحمته، خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا. هذه الآيات من 2 إلى 6 من سفر تيتوس الأصحاح 3. إذن المسيح هو اللي بيحمينا من الحسد، ويحمينا أيضا من أن نحسد، لأن الدنيا تزهد بنظرك لما يكون المسيح بحياتك وما تحسد أحد. وهم بعد المؤمن محمي من الحسد لأن روح الله يسكن فيه. تعالوا يا جماعة الخير خلونا نصلي مع بعض عشان الرب يزيل هذه الآفة من قلوبنا بالمسيح يسوع. يا رب يا يسوع، نعظم اسمك، نقدسك يا سيد العظيم، جايك بالنيابة عن شعب السعودي كله من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه يا سيد العظيم، عشان نعترف بهالخطية الموجودة عندنا، مشكلة الحسد يا سيد العظيم، نحطها عندك عند رجولك عند عرش النعمة، تساعدنا تخلصنا منها يا سيد العظيم وتشيلها من قلوبنا وتحل محلها روح الحب بدل ما تكون روح الحسد. يا سيد العظيم انت تقدر تقدس كل السعودية من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، شعبنا السعودي الطيب والمقيمين يا رب، وكل من على هذه الأرض الطاهرة طيبة، باسم يسوع المسيح المقدس بكل تواضع، آمين. يا الله احكم ببراءتي ودافع عن قضيتي ضد شعب ما يرحم، أنقذني من الغشاش والظالم لأنك أنت حصني. ليش رفضتني؟ ليش أطوف النايح من مضايقة العدو؟ ارسل نورك وحقك فيرشدوني ويجون فيني إلى جبلك المقدس وإلى مساكنك، فأجي إلى مذبح الله، إلى الله فرحي، وأسبحك بالعود يا إلهي،
ليش أنتي مكتئبة يا نفسي؟ ليش أنتي قلقانة في داخلي؟ ترجي الله فإني أبي أقعد أحمده لأنه عون لي وإلهي. أعزائي المشاهدين، والآن وصلنا إلى الفقرة اللي كلنا ننتظرها، فقرة الاختبارات. وصلنا هذا الاختبار من الأخ عمار من الأردن، يقول: سلام، رب المجد معكم على الدوام، أشكر قناتكم لأنها تفتح القلوب قبل العيون. أنا شاب أبلغ من العمر 35 عاما من خلفية مسيحية بالاسم طبعا، ولكن بعد متابعتي لبرامجكم شعرت أني بنعمة لم أدركها طوال سنوات حياتي. كان يخطر على بالي دائما سؤال، وهو: ماذا يجد المتنصرين بالدين المسيحي أكثر مني؟ وذلك لأني كنت أشاهدكم على شاشاتكم تتمتعون بالنعمة التي لم أكن قد انتبهت إليها لسنوات طويلة. كنت عايشا في ظلمة دامسة. أنا الآن أحاول بشتى الوسائل أن أعوض ما فاتني من نعمة الرب يسوع، وأعيش بهذه النعمة، وأشعر برغبة شديدة للخدمة الرب وكلمته، ولكن ينقصني التوجيه والمعرفة طبعا، وأطمع بمساعدتكم. عمار من الأردن. آمين أخوي عمار، الرب يباركك. تواصل معنا وإحنا نشجع بعض وندعم بعض. وشكرا على هذا الاختبار اللي يفرح القلب، ومدام هذه شهوة قلبك أنك تخدم الرب وتكون مبشر، أكيد الرب حيفتح لك طريق. أشجع أخوانا المشاهدين الآخرين كمان، لما يكون عندكم اختبارات والرب تعامل بحياتكم، ارسلوا لنا عشان نفرح معكم ونصلي لكم بالمسيح يسوع. آمين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم من جديد في فقرة جديدة من فقرات كلام ودي. كسعوديين ما كنا نعرف أي علاقة أو جذور تربطنا بالمسيحية، فالتاريخ العربي الإسلامي ما أبدأ أي اهتمام بالمسيحية بين العرب، فما كنا نسمع عن تواجد للمسيحيين في الجزيرة العربية إلا على استحياء، واحتمال يكون السبب لا يقال إن الإسلام أخذ شيء من المسيحية. تعتيم فصلنا عن تاريخنا وحقيقتنا وجذورنا الإيمانية. كنا نتعجب وجود مسيحيين من أصول خليجية في الكويت والبحرين، ونقول أكيد هذول أصلهم مش خليجي، ونتعجب أكثر إذا سمعنا أسماء عائلات معروفة في مجتمعنا لها مفهوم أو دلالة مسيحية، مثل الراهب أو المسيح أو الصليبي أو القس. وكنا نتساءل كيف جات ذا الأسامي في مجتمعاتنا؟ كنا كذا حتى عام 1986، وقت تم اكتشاف أطلال كنيسة مسيحية موجودة غرب مدينة الجبيل شرق السعودية، كنيسة ترجع للقرن الرابع الميلادي، يعني موجودة قبل دخول الإسلام بما يقارب من 200 سنة. كأكبر شاهد على التواجد المسيحي القوي شرق الجزيرة العربية قبل دخول الإسلام، اكتشاف سبب صدمة وهزة في أوساط المجتمع السعودي، وخلاهم بين مصدق ومكذب. عشان كذا طلب عدد كبير من المشايخ أنها تهدم ويطمس أثارها نهائيا. لكن أبشركم الكنيسة موجودة إلى اليوم، لكن ممنوع زيارتها. ومن هنا حبيت أقدم لكم حلقة خاصة نتكلم فيها عن التاريخ المسيحي في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، واللي كانت تعج بالكنائس والرهبان والأساقفة والأديرة والأبرشيات. فقد كان العرب من أوائل من قبل دعوة السيد المسيح، واحتمال كبير يكون بعضهم احتك بالمسيح مباشرة أثناء تنقله بين المدن. ويعتقد أن بعض العرب عرفوا السيد المسيح شخصيا وربما تغيروا على يده، لكن المؤكد
هو وجود عرب في القدس حين حل الروح القدس على التلاميذ الاثنى عشر، مثل ما هو مذكور في سفر أعمال الرسل. كما أن الكثير من المؤرخين يؤكدون أن المسيحية انتشرت في الجزيرة العربية بواسطة بعض تلاميذ السيد المسيح أو من خلال أحد السبعين رسول، فلاقت بشارة الإنجيل قبول مميز جدا في كل أنحاء الجزيرة العربية. فبدأ الانتشار المسيحي في الجزيرة العربية مع بداية بشارة السيد المسيح، لكن بلغ ذروته في القرن الرابع والخامس وحتى دخول الإسلام. فدخل في المسيحية الكثير جدا من القبائل العربية الكبيرة، وهالشيء ساهم بشكل كبير في انتشارها، لا سيما مع وجود ممالك عربية مؤمنة بالسيد المسيح، مثل مملكة الغساسنة في سوريا، واللي كان لها دور كبير ومميز جدا في دخول المسيحية إلى عمق الجزيرة العربية واليمن، فشيدت الكنائس وأرسلت المبشرين، وكانت الكنيسة السورية في ذاك الوقت من أهم دعائم المسيحية وأكبر مراكزها في المنطقة. كما كان أيضا لحملات التبشير النشطة لمملكة المناذرة في الحيرة دور بارز وأساسي في انتشار المسيحية وترسيخها على امتداد الساحل الشرقي للجزيرة العربية، بداية من نهر الفرات إلى عمان. فمن الحيرة انطلقت الإرساليات المسيحية على الطريق التجاري نحو الخليج العربي، وعينت أساقفة وبنت مراكز للتعليم وشيدت الكنائس ونشرت الأديرة وامتدت الأسقفيات على طول ساحلنا الشرقي. ونذكر من المراكز المسيحية المنتشرة في تلك الفترة أسقفية سماهيج، وأسقفية الخط، وأسقفية هجر، وأسقفية دارين، وأسقفية مازون، وأبرشية في قطر، والكثير من الكنائس المنتشرة في الإمارات والظهران والجبيل وعمان والكويت والبحرين. وإلى وقت قريب كانت جزيرة فيليكا أو فيليكا الموجودة في دولة الكويت مركز مسيحي معروف ومرموق ومشهور جدا على مستوى الخليج العربي. أما الحبشة واللي انتشرت فيها المسيحية سنة 320، فكان لها الفضل الكبير في دخول المسيحية بقوة في أرض اليمن والحجاز. وكان المسيحيين في مكة يرجعون لعدة أصول، فمنهم الأحباش ومنهم الأقباط ومن أهل نجران ورعاية من المناذرة ورعاية من الغساسنة ومن أنباط سوريا وبعض الرهبان والتجار، بالإضافة إلى جماعة من سادة القوم كانوا على المسيحية، مثل عثمان بن الحويرث وورقة بن نوفل بن أسد وعبيد الله بن جحش والكثير غيرهم. وتواجدت المسيحية في الطائف بعد وتبوك ويثرب، حيث كان للمسيحيين هناك ثلاث كنائس. ووصلت المسيحية إلى قلب الجزيرة العربية عن طريق المبشرين والرهبان والتجار المسيحيين. ومن الأماكن اللي قبلت المسيح في ذيك المنطقة نذكر دومة الجندل ووادي القرى واليمامة. ومن القبائل العربية المشهورة اللي قبلت المسيح بشكل كلي أو جزئي نذكر قبيلة تميم، إحدى أكبر القبائل العربية، وقبيلة بكر وتغلب بنو بكر بن ربيع، والمناذرة مؤسسي المملكة العربية جنوب العراق، والغساسنة مؤسسي المملكة العربية في الأردن وجنوب سوريا وحوران، وعندكم قبيلة طي وكلب وتنوخ ولخم، وغالبية قبيلة امرؤ القيس، وهم قبيلة عبد القيس على طول الساحل الشرقي في الجزيرة العربية، وجزء كبير من قبيلة كندة في الشمال، وربيعة وبنو أياد وبنو لخم، وجميع القبائل العراقية من أصول يمنية مثل تيملات وتنوخ وبني قضاعة وبني صخر في وادي القرى. أعزائي المشاهدين، بالأمس كانت أجراس ونواقيس الكنائس تضرب في أرض الجزيرة العربية، وكانت أسماء كعبد المسيح وعبد الفادي ويوحنا منتشرة بين أهلها الطيبين، وكانت الترانيم ترفع ويذكر اسم الله، وكان المسيحيين يحتفلون بأعيادهم، أعياد الميلاد والقيام والشعانين، ويقيمون الصلوات ويعمدون عيالهم، ويحبون الناس
ويمجدون المسيح. واليوم أبشركم يعود للمسيح عشرات الآلاف من أبناء الجزيرة العربية الأصليين في السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان والإمارات واليمن والعراق، وتعود معاهم نفس الترانيم ونفس الأسامي ويحتفلون بنفس الأعياد، ورجعوا يعمدون عيالهم. وفي كل يوم جديد يخلص المسيح نفوس جديدة تمجد الله وتقبل خلاصه. فعطية الله عظيمة وخلاصه كبير، والحصاد كثير جدا ولله الحمد. كنا معاكم اليوم وبنكون معاكم الأسبوع الجاي بإذن الله. شكرا لكم وفي أمان الله.